ضابط ايه ونيرت ايه؟ اختك من النهارده موتة نفسها من العياط وانت جاي تلعب مع البنات؟ بابا دي مش بنات، دي دكتوره جيهان مراد. مين؟ دكتوره جيهان مراد. مرجان احمد مرجان. بابا يا دكتور، فرصه سعيده جدا يا دكتوره. يا اهلا وسهلا. بابا ايه اللي جاب حضرتك هنا؟ عشان انا ابن حلال وام عيالي. بابا عليها مالها؟ عليها مين؟ عليها اختي. اه صحيح، واحد دكتور رزل هزقها قدام زمايلها وطردها من المحاضره. القمر يرضيك كده برضه؟ نعم، قصدي يعني يرضيك اللي بيحصل. يا اختك اسمها ايه؟ عليا. عليا اه، ما انا ادخلها جامعه محترمه وادفع لها فلوس قد كده عشان البنت تتعلم ولا تتعقد. واحد دكتور يقول لها انت فاشله ما تنفعيش في اي حاجه. ها اسمه ايه الدكتور ده؟ فاكسل. ايه؟ فاكسل. مايكل يا دكتور. ايه اه مايكل. تاني الدكتور مايكل. طب علياء فين دلوقتي؟ علياء مين؟ علياء بنتك. اه هي واقفه هناك ومقطعه روحها من العياط. اطمن يا استاذ مرجان، انا مش هسكت، انا هغير هدومي وهاجي لحضرتك على طول. ليه؟ ما كده حلو، قصدي يعني عشان نلحق البنت هناك. انا من بكره هعتصم لهم في الكليه، الموقف ده لا يمكن يعدي على خير. اه فعلا لازم كلنا نعتصم. هي مش الدكتوره هتعتصم برضو؟ اه انا هعتصم معاكم. دكتوره ايه دي يا قضايا؟ سيفيلايزيشن يا بابا. مين؟ سيفيلايزيشن يعني ايه؟ يعني حضاره. حضاره. حضاره فعلا. انا اول ما شفتها لقيت عندها خلفيه حضاريه ممتازه. الست بتتعرف على طول من خلفيتها الحضاريه حقيقه يعني. اتفضلوا معايا. ايوه علياء. ايوه حبيبتي. اهدي اهدي، احنا جايين حالا اهو. احنا اسفين جدا، قومنا حضرتك من على التنس، تعبناكي معانا وربنا قدرنا على رد جمايلك. جمايل ايه بس؟ احنا اي خدمه في اي حاجه. علياء بنتي من النوع النفساوي شويه، اي نسمه هوا تاثر فيها. رقيقه كده زي حضرتك كده بالظبط. تصوري ساعات تبقى نايمه تقوم مفزوعه من النوم وتقعد تعيط ويجي لها رعشه، اروح حاضنها على طول واقعد امنستها على شعرها. تهدى وتبقى زي الغريبة. انا بديك صوره بس يعني، زي برضو حضرتك ممكن تكوني متضايقه ويجيلك رعشه اروح حاضنك على طول واقعد امنس على شعرك، هتلاقي نفسك زي الغريبة بالظبط. اودي بديك صوره يعني. مش بابا يلا يا ابني بكلم الدكتوره بتاعتك. عشان خاطر يا بابا اقرا ورقه الاسئله كويس واقرا الفاتحه قبل ما تجاوب. وبعدين خلي بالك ما تسرعش، ساعات الاسئله بتيجي لفه شويه. هات بقى بابا. هات يا بابا. هات يا بابا بقى. ها بابا عملت ايه؟ الحمد لله زي الفل، ابوك شرفكم. وريني كده ورقه الاسئله دي. عملت ايه في السؤال الاولاني؟ ما عملتوش. ليه يا بابا ما عملتوش؟ ده سؤال اجباري. يا نهار اسود، هو كان اجباري؟ طب والسؤال التاني؟ لا ده كان اختياري ما عملتوش. ايه في حاجه؟ مبروك يا مبروك بابا. مبروك يا بابا. مبروك. جبت مقبول. جبت ايه؟ مقبول. مقبول يعني ناجح ولا صائب؟ ناجح يا بابا ناجح. ايه. We discuss the major difference between ethnocentrism and culture relativism. Well, ethnocentrism involves judging others subjectively. Define xenophobia in a normal sociological system. Xenophobia is hostility towards foreigners. And you? What's your name? Yes, but sometimes no.
What's your name? Oh, yes, مرجان أحمد مرجان. Excellent! Bravo! Bis-bis! دكتور إسماعيل، أنا متأكدة أن النتيجة فيها غلط. مرجان ده لا يمكن يجيب امتياز، لا يمكن. أنت بتشككي في إيه يا دكتورة جيهان؟ عملية التصحيح بتتم عندنا بمنتهى الدقة والشفافية. الراجل ذاكر واجتهد، وأنا امتحنته بنفسي، ومش أنا لوحدي بس، في أستاذين غيري امتحنوه وادوا له نفس التقدير. أنا بقترح يا فندم نعيد التصحيح. يا دكتورة جيهان، النتيجة طلعت واعتمدت خلاص، وأرجو أن الخلاف السياسي اللي بينك وبين الأستاذ مرجان أيام الانتخابات ما يأثرش على موقفك منه كطالب عندك في الكلية. تكوني لف خبيركم، مش مكسوفين من نفسيكم؟ الهانم جابلي مقبول بالعافية، وحضرتك صاعد في مادة، وأبوك اللي كنت مستعرين منه طلع بامتياز، طلع الأول على الدفعة كلها. فعلا يا بابا، انا ما كنتش مركز الفتره اللي فاتت دي، عشان كده ما عرفتش اجاوب. وش معنى انا؟ ما انا مرخوم في 60 حاجه، خايبين وساقطين، قولوا لي اجيب لكم مدرس خصوصي اشرح لكم انا. طب والله يا بابا دي فكره هايله، احنا فعلا محتاجين ان انت تشرح لنا. اشرح لكم ده ايه؟ وانا فاضلكم؟ كل واحد اعتمد على نفسه، وبعدين انا لازم انام بدري عشان بكره عندي ماتش في الجامعه. ماتش؟ ايوه ماتش. انتوا ناسيين الرياضه كده 10% عمل سنه، وانا ما سيبش فتفوته تعدي منه ولا درجه واحده قد كده. الحلزونه والحلزون اتقابلوا في خرم الحزون، الحلزونه جوه متاهه، والحلزون لما استناها هربت وقعت جوه البير، السما بتمطر مسالير، الحلزون مكبوت وأسير، الحلزون انتحرت فجأة، والحلزون خبطته عربية عدت في ميدان التحرير. معقولي أسمعكم آخر قصيدة كتبتها وهي من الشعر الحر؟ هقول كل حاجة، هقول كل حاجة، هغني وهوهو، همأمأ وصوصو، هنهق ونونو، لكن في النهاية بحب السنونو، بحب السنونو، بحب السنونو. والسنونو وادي الحلزونة، يبقوا كل على بعض 35 قصيدة، هندفع فيهم 500 جنيه، قلت إيه يا شاعر؟ لا عايزينك تكرمنا، أنت كده بتربي سمول. أبيع نفسي لأول مشتري آتي، أبيع مقهوراً حبيباتي وكلماتي. حلوة أوي أبيع نفسي دي، ناخدها وإديله 50 جنيه. فليسقط الشعر ولتنهار أبياتي، الشعر شعري ومأساته مأساتي. حلوة أوي برضه فليسقط الشعر دي. احنا ناخده من 2 شهر و75 جنيه ونرجع له الحلزون. احنا مش عندنا سنه ولا عندنا يا باشا. راضي يا عم؟ ان الرضا في القلب. معروف مش هنقعد هنا بقى طول الليل. رجع بقى الحلزونه وحساب الساعه. ده الجزء المهم قوي. ليه؟ قوي قوي. اتفضل يا استاذ مرجان. اهلا استاذ مرجان. استاذ محمد ابو داوود المخرج الكبير. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل حضرتك. من عينيا يا دكتور. يلا التوفيق. الله يخليك. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. ايه عايز تمثل؟ يا ريت والله يا استاذ. طيب احنا بنعمل هاملت. ده حبيبي يا فندم. ده حبيبنا يعني. انت هتقول الجمله دي. لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. لا قولها تاني بقى من فضلك. لقد وقعنا في الفخ. استاذ مرجان. ايوه. شوف عشان تمثل لازم الأول تستحضر مكنون الشخصية. هو الشخصية مكنون؟ لا مكنون الشخصية يعني إيه؟ يعني أنت دلوقتي أي شخصية بيبقى لها أبعاد. أيوه. علشان أعمل الأبعاد دي عشان أوصل للباعث فالإحساس يطلع مظبوط، فده مكنون الشخصية. كل ده في الجملة دي؟ بس أنت تقولها كويس. طيب جاهز؟ جاهز. طيب اتفضل حضرتك على المسرح. هتقف في الكالوس هنا. فين؟ الفتحة اللي هناك دي الكالوس ده. أيوه. هتقف لحد مدير خشب مسرح يقول لك اتفضل، هتخش تقول لقد وقعنا في فخ. اتفضل. يلا يا اساتذه كله في مكانه.
لو كان البصر بلا سمع والسمع بلا لمس واللمس بلا شم بل لم يكن لنفسك الا ادنى جزء من الحس. لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. هدي ماسكها ليه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا ايه لقد وقعنا في الفخ. لقد هتخش امتى؟ هتخش دلوقتي يا استاذ، دي دخلتك. اداك السيد العظيم. طب عايز اروح الحمام. حمام ايه دلوقتي؟ يلا يا استاذ. لقد وقعنا في الوخ. لقد تشحمنا في الشح. لقد تلسوعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. فجعنا في الحج المع. قد وقعنا في الفخ. وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ يا باشا. ايه؟ ايوه حسن، لقد وقعنا في الفخ يا باشا. طب خد بقى هاملت اهو معاك، قول له انت. هو بيقول لك جائزة أحسن ممثل في الجامعة للطالب مرجان أحمد مرجان. أنا أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الفنون في مصر. حرام! 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 حرام!